أخبار اليوم نشرة الأخبار. أهلا بكم. السيسي: الفلاح المصري وأسرته لهم الحق في عيشة كريمة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حق الفلاح المصري وأسرته في ضمان عيشة كريمة تتوافر فيها المياه والصرف الصحي والطعام، موضحا أن الدولة وفرت لهم كل الأمور الحياتية، وكل المتبقي هو تواجدهم في هذه المساحات وزراعتها. ووجه السيسي في كلمته خلال حفل تدشين مشروع استصلاح المليون ونصف فدان اليوم التهنئة إلى المصريين على إطلاق المشروع، مشيرا إلى أنه أصر على عدم الحديث عن هذا المشروع قبل البدء الفعلية. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه خلال 60 عاما وصل متوسط الأراضي التي تم استصلاحها إلى 50 مليون فدان، وسيتم في هذه المرحلة الانتهاء من استصلاح 1.5 مليون فدان في 2 سنين، وهو ما يثبت قدرة المصريين على النجاح والاستمرار. وزير النقل: تشغيل تاكسي النيل قريبا. قال وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي إنه سيتم قريبا إطلاق تاكسي النيل ليساهم في حل أزمة المرور للقاهرة وتشغيل الخط الملاحي القاهرة دمياط والتعاون مع وزارة التموين لنقل السلع الاستراتيجية. ولفت الوزير إلى تعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل لزيادة نسبة النقل النهري من إجمالي الحجم العام للنقل بمصر ليصل تدريجيا إلى 5%، خصوصا أن ذلك سيساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق والحد من حوادثها. مصر تعزي السعودية في وفاة الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود. أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود الذي وافته المنية اليوم، سائلة المولى تعالى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرة الفقيد والشعب السعودي الشقيق الصبر والسلوان. رياضيا: النني يتخطى الكشف الطبي للأرسنال ويوقع العقود غدا. تخطى اللاعب المصري محمد النني الكشف الطبي لنادي الأرسنال الإنجليزي استعدادا للانتقال له من نادي بازل السويسري مقابل 7 مليون استرليني في عقد يمتد لأربعة أعوام ونصف تنتهي في عام 2019. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الخميس أن يكون الطقس غير مستقر، حيث تتكسر السحب على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على شمال البلاد وسيناء حتى شمال الصعيد، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية مما يزيد بالإحساس ببرودة الطقس واضطراب في حركة الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. أما عن حالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. نهاية النشرة. دمتم في أمان الله.